إلى نقاش هذه الساعة إذن للحديث عن مواصلة المترشحين في طرح برامجهم خلال الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثاني، كما سنتحدث عن حزمة من الإجراءات المقترحة في برامج المترشحين ومن بينها تعزيز دور المرأة في المجتمع. للحديث عن هذه النقاط وأخرى نسعد باستضافة هاتفيا السيدة عائشة دحمان بالحجار، عضو مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم. سيدة بالحجار، مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير، اهلا وسهلا، ونشكركم على هذه الاستضافة الهاتفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العفو، في البداية كيف ترون حضور المرأة في الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة؟ والله بالنسبة لحضور المرأة في الانتخابات والحملة الانتخابية هو حضور قوي جدا، وطبعا كما تعلمون للمرأة في الحملة الانتخابية دورين هامين، يعني اللي هو الدور العام في الخطابات والتدخلات الإعلامية، وأيضا العمل التحسيسي الجواري الذي هو بامتياز دور المرأة أكثر من الرجل، كونها تستطيع أن تدخل البيوت وتكون على تواصل مباشر بالمجتمع. هل تعتقدون بأن هذا الحضور يعكس اهتمام حقيقي بمكانة المرأة في المجتمع؟ والمرأة في الحقيقة، يعني المرأة الجزائرية فرضت وجودها بحكم نشاطها، بحكم تواجدها الحقيقي والقوي في الميدان، سواء داخل أو خارج البيت، في المؤسسات العمل، في مؤسسات المجتمع المدني، حيث أن المرأة أثبتت نشاطها بقوة ومساهمتها في التنمية الاجتماعية، سواء كعاملة، كربة بيت، مستثمرة، الفلاحة. المرأة الآن أصبح لها وجود لا يمكن أن يتغافله أي برنامج، ولا يمكن أن يتغافله المجتمع أو برامج الدولة بصفة عامة. طيب، الآن نتحدث عن حزمة من الإجراءات التي اقترحها المترشحون في برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية، من بينها تعزيز دور المرأة في المجتمع. ما تقييمكم للإجراءات التي يقترحها المترشحون بخصوص تعزيز دور المرأة في المجتمع؟ والمقترحات كلها جيدة، ونتمنى أن تترجم إلى أرض الواقع. فتعزيز دور المرأة في دورها في المجتمع وفي التنمية ينبغي أن تصاحب إجراءات قوية وقوانين صارمة وأيضا إرادة كبيرة. فالمرأة جزء من المجتمع، فكلما كان دور الإنسان أو دور المواطن الجزائري معزز، وكلما كانت السياسة الاقتصادية متطورة، فالمرأة أكيد ستستفيد من هذه السياسات التي يلتزم بها المترشحون أيا كان منهم الذي يفوز بمقعد رئاسة الجمهورية. رئيس الجمهورية المقبل إن شاء الله نتمنى أن يكون له دور في ترقية أكبر لدور المرأة، لأن المرأة ليست فقط عاملة أو ليست فقط ربة بيت، ولكنها صانعة للمجتمع، صانعة للترقية الاجتماعية، صانعة لتطور المجتمع. فكلما كانت المرأة تتمتع بمكانة أكبر وتتمتع بسياسات أو تتمكن من سياسة متطورة اقتصادية واجتماعية وتربوية، إلا وكان دورها أكبر وأقوى وكان نفعا للمجتمع بصفة عامة. فالمرأة الجزائرية ليست فقط بحاجة إلى منح، صحيح هي هذه المنح قد تساعد وقد تدعم، لكنها في حاجة إلى اقتصاد متطور وسياسة اقتصادية. في الجزائر كما نعلم بلد غني ومرتب كدولة غنية من أغنى دول إفريقيا، لكننا نطمح أن تكون دولة اقتصادية كبيرة يتمتع بها المواطن والمواطنة، وكذا سيكون للشباب والمرأة على وجه الخصوص دور في هذا المجال ما دام يفتح لهم اقتصاد متطور، تنمية حقيقية، وأيضا رؤية أو رؤية خاصة لبناء مجتمع حضاري متحضر أكبر منا أو أكثر مما نراه الآن. طيب، باعتباركم عضوا في مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم سيدة بالحجار، ما هي في رأيكم الأولويات التي ترونها ضرورية لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع؟
أولا هناك طبعا نبدأ بالجانب القانوني، حيث أنه يجب أن تهيئ حزمة من القوانين التي تسمح للمرأة من أداء دورها بكل قوة، حيث أنه تحتاج المرأة لأن لا نستطيع أن نجرد المرأة من دورها كأم وكصاحبة مسؤولية في البيت. ولهذا إذا أردنا أن تكون مرأة مشاركة ولها دور حقيقي في الفعل الاقتصادي كما قلت والتنموي، علينا أن نوفر لها ظروف خاصة كتوفير مثلا أو كثرة دور الحضانة المتطورة التي تصحب مؤسسات العمل. علينا أن نفسح لها المجال في العطل الخاصة بها كامرأة وكأم. علينا أيضا أن نفسح لها المجال من أجل أن تمارس مهامها ووظيفتها خارج البيت بكل أريحية دون أن تؤثر على وظيفتها في داخل البيت. ولهذا المرأة عندما نقول لا نريد أن نميز المرأة عن الرجل أو الرجل عن المرأة في السياسات، لكن حسب خصوصية ووضعية المرأة وما تتمتع به المرأة من قوة منظور أو نظرة اجتماعية قوية وعميقة، علينا أن نوفر لها ميزانية خاصة من أجل أن تقوم بدورها في التنمية والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص. طيب ابقي معنا سيدة بالحجال لمواصلة هذا النقاش. مشاهدينا فاصل ونعود. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نعود لمواصلة هذا الموعد ومواصلة نقاشنا مع السيدة بالحجار. سيدة بالحجار أهلا بك مرة أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا لك. إذا قبل الفاصل كنا نتحدث عن أهم الإجراءات التي جاءت في برامج المترشحين لفائدة النساء الجزائريات. في رأيكم كيف يمكن لحركة مجتمع السلم أن تسهم اليوم في تعزيز دور المرأة من خلال برنامجها الانتخابي؟ وهل هناك خطط محددة لدعم النساء في الحياة السياسية؟ طبعا حركة مجتمع السلم كما ينبئ ذلك باسمها فهي تفكر في كل فئات المجتمع، وهي تعمل جاهدة على تطوير دور المواطن الجزائري على وجه العموم وخاصة المرأة. فنظرت حركة مسلمة أنها تهيئ المنظومة المتكاملة، المنظومة الاقتصادية كما قلت، المنظومة الاجتماعية، المنظومة التربوية. فهي لا ترى أن المرأة مثلا فقط يخصها قانون الأسرة أو وزارة المرأة أو التضامن، ولكن حركة مجتمع السن تنظر على أن كل مؤسسات الدولة ووزارات الدولة ينبغي أن تكون متكاملة ويكون لها برنامج خاص بالمرأة، فوزارة العمل، وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة، وزارة الصناعة إلى آخره، كلها ينبغي أن تعمل من أجل تعزيز دور المرأة كما قلت وترقيته وتهيئ الظروف التي تدعم المرأة أو التي تساعد المرأة من أداء دورها داخل المجتمع، سواء كانت داخل في البيت أو خارج البيت، كعاملة، كباحثة، كمستثمرة، كأم، هذه كلها حركة مجتمع السن تفكر برؤية شاملة ومنظور شامل وبرنامج شامل تشترك فيه كل مؤسسات الدولة من أجل أن تكون للمرأة أو أن يكون للمرأة دور قوي وأن تدعم المرأة في أداء دورها كما ينبغي. لأن المرأة عندما نطالبها بأن تنجح أو أن تقدم لهذا الوطن ينبغي أن تتوفر لها كل الظروف التي تساعدها من أجل أداء هذه المهمة. طيب في الختام، كيف يمكن للمرأة الجزائرية أن تترجم حضورها القوي في الحملة الانتخابية إلى تأثير حقيقي في نتائج الانتخابات وأيضا في رسم السياسات المستقبلية؟ هو في الحقيقة هو تحصيل حاصل أن للمرأة دور في حسم نتائج الانتخابات، وذلك بتوجهها إلى صناديق الاقتراع وإقناع محيطها من أجل أن يشارك في تقرير هذا المصير وأن يكون لها دور قوي في أن تنجح هذه المحطة الكبيرة. أيضا المرأة ينبغي أن لا تكتفي فقط بدورها في الحملة الانتخابية، وإنما مواصلة النضال والوصول إلى مع أي من كان يعني رئيس الجمهورية، فسيكون رئيس الجميع سواء يكون
عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلمة وغيره، يعني مهما كان هذا الرئيس فالمرأة يجب أن تكون بجنبه وأن تفرض نفسها بقوة لكي يكون لها دور ومساحة كبيرة في مخططاته التنموية. جزيل الشكر لك سيدة عائشة دحمان بالحجار على هذه المداخلة.